أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة ووصفة جديدة في برنامجكم عليكم بالعافية. اليوم معنا الشيف محمد راح يقدم لنا وصفة جديدة. الشيف محمد من شركة كيتا للتموين راح يقدم لنا وصفة جديدة. شو هي وصفتنا اليوم شيف محمد؟ اليوم اللقيمات. طبعا هي وصفة شعبية مشهورة في الخليج وفي دول الشام وايضا في مصر، تسمى بشو تسمونها في الشام او في مصر؟ عوامات. ايوه، لقمة القاضي بعد ايضا لها اسم. فنتعرف عليها وشو هي مكوناتها. بتاعتها بسيطة خالص وسهلة. معنا ثلاث اكواب من الدقيق العادي، الطحين الابيض العادي مدخول. ايوه، نخلناه كويس. في ممكن استبدله بطحين اسمر ممكن على حسب انت. أيوة. انت في دايت او انت ايوه بتخضع لنظام اي نظام غذائي معين، انت فيك ان انت تغير المكونات. أيوة. على حسب هو ما تماشى معاك انت نفسك. ايوه. ومعنا كوب من لبن، اللبن بودره. ايوه، طبعا احنا نستحب انه يكون الحليب يكون قليل الدسم، حليب البودرة قليل الدسم افضل عشان نخفف شوي من السعرات الحرارية اللي فيها. بالضبط. وكمان معنا معلقة صغيرة من الخميرة. اوكي. ومعنا كوب واحد من القشطة. من القشطة؟ ايوه. اوكي. تمام. نخلط دول مع بعض كويس. ايوه، المواد الجافة. الكويس في الخلطة دي ان احنا استبدلنا السكريات اللي في الخلطه ديت. ايوه، بالقشطه. بالقشطه، وعوضناها كمان باللي هو بالديت سيرب. أيوة. سيرب اللي أيوة. هو الدبس معجون. دبس. أيوة. دبس التمر بالظبط. ايوه، ده بيعوضنا عن السكريات اللي هو السكر. ايوه، يعني نحن ننصح العربية. ايوه، ننصح المشاهدين لما يحضرون اللقيمات ما يضيفون السكر، لان الدبس راح يعوض لهم السكر الموجود. الدبس. أيوة. العسل في او العسل مثلا، أو ممكن نحط القرفه على حسب احنا بنحب ايه. وفي مجال نستبدل القشطه مثلا بالزبادي مثلا؟ فينا نستبدل. ايوه، لان الزبادي اقل سعرات حراريه واقل دهون من القشطه. فينا نستبدل. ايوه، تكون اكثر صحيه. وخلاص، ومعنا ميه على حسب الطلب. ايوه، واللقمات كمان ما بتكملش ولا تبقى اطيب الا بالزعفران. طبعا زعفران. معنا الزعفران. الزعفران وقيمته اساسا تزيد من قيمته الغذائيه. الزعفران فعلا اكيد. الزعفران مثل ما نعرف انه هي ماده لها قيمه غذائيه، فيها تستعمل في الاكلات الشعبيه، في الحلويات ايضا تستعمل. وننصح دائما اللي يعانون مثلا من الارق او من تشنجات او من اكتئاب يضيفون شويه زعفران مثلا مع الحليب بالليل، ممكن يشربونه يريحهم ويريح ويخفف من موضوع الارق او الاكتئاب اللي معاهم. بالظبط. وندب كمان شويه ميه على حسب الطلب. بنحاول نخلي العجينه معانا متماسكه. ايوه، لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، بحيث ان احنا نقدر نتحكم فيها. واحنا بننزلها في الزيت بنسيبها شويه بعد ما هي دلوقتي لحد ما تعتبر معنا جاهزه العجينه بتاعتنا. بنضيف ميه على حسب الطلب. طبعا اللقمات معروفه من اكلات او الحلويات الرمضانيه الموجوده دائما في موائدنا، او مواعيدنا الرمضانيه تكون لازم موجوده، ما في بيت يخلع من رمضان من اللقمات في رمضان. بما انه يعني تعتبر من الحلويات وسعراتها الحراريه عاليه، نحب نحن نتناولها، بس نحاول نتناولها بكميات تكون شوي بسيطه. تقريبا يعني ممكن المريض السكري ممكن يتناول 3 حبات منها، مثل ما نصحناكم تكون العجينه بدون سكر، ونغمسها شوي بكميات بسيطه يما من العسل الطبيعي او الدبس التمر، لان اثنيناتهم لهم قيمه غذائيه عاليه افضل من السكر الابيض. طبعا بالضبط، معنا العجينه بتعتبر، فممكن ياخذونها مثلا 3 حبات بعد صلاه العشاء مثلا او بعد الفطور كتحليه بسيطه ممكن يتناولونها. 3 حبات مش اكثر. المريض السكري ما نحب انه يكثر منه لانه ياثر على السكر معاه. فيها تقريبا 40 سعرة حرارية، الحبة الوحدة من اللقيمات فيها 40 سعرة حرارية، وفيها تقريبا 6.5 جرام من الكربوهيدرات، وفيها تقريبا 1.5 جرام من الدهون.
بالنسبة للبروتين هو تقريبا يعني كمية البروتين فيه بسيطة جدا. ممكن نزيد كفاءة البروتين بأن نزيد مثلا البيض، في بعض الخلطات يحطون فيها بيض في القيمات، فبالتالي نحن نزيد شوي من كمية البروتين فيها، ونضيف أيضا شو اسمه البيض مثل ما ذكرنا، وتضيف تزيد بهالطريقة كمية البروتين اللي فيها. احنا بنحاول ان احنا نعمل اكل يكون اكثر صحي، اكثر صحي ويكون كمان عالي قيمه غذائيه، ما انتش حرم نفسك من شيء، وانت بتاكل كل شيء بس في حدود، ايه، في نظام غذائي معين اللي هو بيساعدك ان انت تعيش حياه صحيه افضل، تكون من على المستوى الصحي احسن، على مستوى كمان النفس بتبقى احسن كمان لما تبقى انت الجسم بتاعك في اللي هو في الفريم الطبيعي او الوزن الطبيعي بتبقى انت احسن، وتحس ان انت طبعا الاداء بتاعك احسن في اصلا يعني. فهو هو ده اللي احنا دايما بنحاول نجيب لكم وصفات تكون جديده وتكون صحيه. ممكن نشوف نراوي الكاميرا كيف تكون العجينه عشان انها ما تكون سائله ولا تكون لا ما تكون سائله، لا مش سائله بنسيبها، لان العجينه كمان هي فيها خميره ولازم احنا نسيبها شويه لما تخمر العجينه، فبتلاقيها كمان نفشت وبقت احسن وانت بتقطعها قبل ما تحطها في الزيت. هنسيبها شويه لمده نص ساعه، نغطيها بكيس بلاستيك عشان ترتاح. بعد كده بنحط الزيت، الزيت يكون غويط شويه، غميق شويه، وبعدين بنقطع بالمعلقه زي ما انت حضرتك عارفه، وبنرصها في الطبق بتاعنا على منديل بحيث ان هو يمتص منها الزيت اللي هو الزياده. ايوه، وبنديها ديت سيرب او سمسم او قرفه او جوز الهند على او شويه مكسرات ممكن اللي يحب يحليها باي شيء يعني. بس الديت سيرب اعتقد انه هو يعني احسن السكر طبعا، هو افضل افضلهم هو الدبس التمر لانه فيه له قيمه غذائيه يكون عالي حديد ايضا فيه. بالنسبه للزيت طبعا دائما ننصح مشاهدينا ما يكررون استعمال الزيت للقلي، يعني هو الزيت نستعملونه مره للقلي وما يكررون يرجعون يستعملونه مره ثانيه عشان موضوع التأكسد او ان يتهدرج الزيت معانا، فيكون مضر اكثر من انه هذا. فالافضل ان يستعملون الزيت مره واحده للقلي. بالظبط. هنسيب العجينه بتاعتنا ترتاح شويه لمده نص ساعة، نغطيها ونحطها في البراد، وبنرجع تاني عشان نوريكم ازاي هنقليها في الزيت. دلوقتي العجينة بتاعتنا ارتاحت، طلعناها فينا نحطها في البراد لو احنا نستعملها بعد وقت طويل، وفينا نخليها بره لو احنا عايزين نستعملها بعد نص ساعة او 40 دقيقة. مش شرط ان احنا نحطها في البراد، بس المهم ان احنا نغطيها بكيس بلاستيك ونخليها في مكان دافئ علشان تتفاعل المكونات مع بعضها، عشان زي ما حضراتكم عارفين ان هي فيها خميرة وفيها لبن بودرة والقشطة والدقيق. دلوقتي دي كانت عجينة عندي معمولة جاهزة قبل ما نصور، موجودة دلوقتي، هي موجودة على التحمير على طول. بجيب معلقة صغيرة شكل كده، وبحاول ان انا امسك العجينة بايدي واقطع من المعلقة، والزيت بتاعي سخن وبنزل في الزيت زي كده. موضوع سهل وبسيط، بمسك تاني بعمل بقوس المعلقة بالمية بحطها في الزيت كذي راح تستوي معانا اللقيمات ان شاء الله. ان شاء الله. بس الزيت لازم يسخن قبل ما نحطه فيه، يكون مسخن الزيت، تكون كمية كافية اللي هي للعوامات، يكون زيت غميق شوي. طبعا اعزائنا المشاهدين مثل ما شفتوا اللقيمات معنا اليوم الكل يحبه، ما نحرمكم منه، ممكن تناوله بس بكميات تكون بسيطه، خصوصا المرضى السكري او الناس اللي يحبون يحافظون على وزنهم او اللي يبغون يتبعون حميات عشان نزول الوزن، ممكن تناولها بكميات تقريبا حبتين او ثلاث حبات في اليوم تقريبا، حتى ممكن نخليها مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع، ما يكون بشكل يومي، نستبدلها بحلويات اخرى ثانية تكون أقل في الكمية الدهون اللي فيها أو كمية السكر اللي فيها. نرجع نذكر مثل ما لاحظتوا القيمات هذه العجينة ما أضفنا فيها سكر، بالتالي تكون أفضل صحيا لكم، ونحليها بعدين بدبس أو بالعسل.
فشو الأخبار معانا؟ بالضبط أنا بالضبط كان في طبق عملته. أيوة هاي طبق جاهز عندنا مسبق حضرنا. وده الطريقة اللي أنا اخترتها في التقديم، وكمان زي ما قلت حضراتكم في الأول ما حطيتش سيرب، ما حطيتش السكر السيرب، حطيت اللي هو الدبس التمر. دبس التمر بالضبط. أيوة. كمان نستنى عن دبس التمر ونحط عسل للناس اللي هم ما بيحبوش دبس التمر لانه ثقيل شوي. صح بالزبط. في بالزبط. ناس يحبون العسل الطبيعي يكون بديل عنه. بالضبط. ايوه وف هني بصراحه تشهل الجيمات هذه شيفنا. الله يسلمك يعافيك يعطيك العافيه. وكذي يا أعزائنا المشاهدين وصفتنا اليوم سريعة خفيفة سريعة التحضير لكن عالية بالسعرات الحرارية، انتبهوا لتناولها كثير. ونشكر في الأخير شيفنا محمد ما قصرت على الوصفة هذه اللذيذة، ونشوفكم مرة ثانية إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة في برنامجنا. عليكم بالعافية.